ونفتح ملف الأسواق العالمية، أسواق السلع والنفط، مع السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. يعني البيانات الاقتصادية التي صدرت من الصين والتي أظهرت نمو الإنتاج الصناعي ولكنها جاءت دون التوقعات، هل هذا يعطي صورة سلبية أو بعض القلق في الأسواق الآسيوية؟ نحن ننظر إلى البيانات الصينية التي صدرت اليوم على أنها إشارة ضعف لثاني أكبر اقتصاد في العالم وأول المتضررين بفيروس كورونا. نتحدث عن أرقام، وإن كانت نمو في الإنتاج الصناعي ب4.4%، ولكن هذه الأرقام كانت تعقب الانكماش القوي الذي كان في بداية العام، وأيضا لا تزال هي أقل نمو كان قبل في الفترة السابقة لعام 2020، أي أن الاقتصاد الصيني يعاني في العودة إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة، وقد لا نرى أبدا التوقعات المتفائلة التي كانت مع بداية فتح الاقتصادات، وعلى وجه تحديد الاقتصاد الصيني أن الاقتصاد الصيني سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، وذلك في النصف الثاني من العام الحالي. وبالتالي مع استبعاد هذا الأمر تأتي مفردات اليوم التي أظهرت يعني بيانات مختلطة، إن كان هناك طلب على بعض القطاعات مثل قطاع السيارات والمعدات الكهربائية إلى أنه لا يوجد هناك تراجعات كبيرة، سواء كان في مبيعات التجزئة ولا في عنا أيضا في الاستثمار في الأصول الثابتة وغيرها، تظهر هناك نوع من الخطورة في موقف الاقتصاد الصيني، وتؤكد على أن هناك تخوف من الفترة القادمة فيما يرتبط بإمكانية وجود موجة ثانية لهذا الفيروس، واستمرار أثر الفيروس حتى الآن يضعف إمكانيات النمو أكثر أمام الاقتصاد الصيني خلال الفترة القادمة، وقد ترزح حتى العام 2022 مع مثل هذه الوتيرة من البيانات الاقتصادية التي تلقيناها اليوم. رائد، يبدو أن هذه الموجة أو هذه الخوف من موجة ثانية من فيروس كورونا أيضا كما يعني تؤثر على المزاج العام في الأسواق الصينية، أيضا تؤثر على أسواق النفط، نشهد تراجعات يعني مستمرة لجلستين على أسعار النفط. تماما، هذه التراجعات مردها مثل ما ذكرتي أن هناك قلق من الموجة الثانية من الفيروس، كذلك الأمر يوجد لدينا يعني بعض التقديرات الجديدة التي صدرت عن وكالة الطاقة والتي أظهرت إمكانية تراجع الطلب بحوالي 210,000 برميل، واستمرار وجود هذه الفجوة ما بين المعروض واتساعها أكثر حتى مع الطلب، على الرغم من التقيد الإجباري أو الإلزامي وفق أوبيك بلس بتقليص الإنتاج بحوالي 9.8 مليون برميل يوميا، ولكن التخلي أيضا عن التقليصات الطوعية من قبل السعودية والإمارات والدول التي شاركت في هذه التقليصات، تظهر أنه في عنا ضغط كبير، وهذه هي الحدود الدنيا للإنتاج، وبالتالي الحدود الدنيا للحفاظ على الحصة السوقية، وفي نفس الوقت لدينا تخوفات من تراجع في الطلب العالمي، ليس فقط الموجة الثانية، وإنما الارتباط باستمرار الفيروس إضافة إلى الخوف من أنه الاقتصاد لن يتعافى بشكل سريع، وبالتالي الطلب لن يكون تعافيه سريعا في الفترة القادمة، والمبالغة بالإنتاج في هذه المرحلة يضغط أكثر على أسعار النفط. ولكن يجب أن نقيم أنه النفط يقيم بالدولار الأمريكي، ويوجد ضغط على الدولار الأمريكي من برامج التيسير، بالتالي يوجد حدود دنيا، أيضا من المستبعد أن يكون في عندي انهيارات كما حدث سابقا. سريعا رائد، دعنا يعني نتحدث عن الأسواق الأمريكية اليوم، العقود الأجلة كلها تشير إلى التراجعات، هل هذه بداية موجة جديدة من التراجعات على الأسواق الأمريكية؟ حقيقة هي الموجة بدأت مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ورأينا الضغط الكبير بالاتجاه الهابط إلى ما دون مستويات 25,000 نقطة بالنسبة للداو جونز، ولكن ننظر إلى هذه القراءات على أنه كان هناك المود السلبي العام على الأسواق إجمالا، ويعني مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت ضعف وبطء عملية التعافي الاقتصادي في الفترة الحالية، هذا ما يظهر حقيقة أو يضع الضغط على الأسواق
الأمريكية، ولكن يعني الأسواق الأمريكية يبدو أنها حتى في ظل هذه الأزمة أنها ملاذا آمنا، لأنه لا يوجد عندي الفرصة الخالية من المخاطرة، بالتالي من قبل المستثمرين لا يوجد حل آخر سوى الاستثمار في أسواق الأسهم واستغلال المستويات المنخفضة ويعني تحقيق وفورات يعني ربحية بنتيجة الارتفاعات المؤقتة والفولاتيليتي الواسع التي تشهدها أسواق الأسهم في الفترة الحالية. شكرا لك سيد رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي.